وانت بتزعل زينا كده اكيد طبعا لما ما بناخدش الدوري كتير وسنين وكده. طبعا يعني يعني الواحد لو ما زالش على بيته هيزعل على مين يعني. طب معنا انا نصحت ليك ما تتفرجش على متوشه بقى عشان ما تغرش دمك يعني. لا عادي انا روحي كلها في الزمالك اصلا ده اكيد. سنظل اوفياء سنظل اوفياء للابد. انت فانيلا نمره كام؟ انا 20. 20 جميل. انا قبل ما يمشي كابتن محمد ابراهيم كان مثل الاعلى اخلاقيا وكل حاجه. كان لعيب محترم يعني. لعيب محترم كان على تواصل مع الناس كلها ومع الناشئين يعني. كابتن سعد محمد ان شاء الله نشوفك سالم غانم وترجع النادي وتلعب وشد حيلك كلنا معاك وراك.